على اللي رايح بضاعة مصرية هيبقى راجع بيه بضاعة أفريقية. التمويل زي ما الأستاذ خالد تفضل وكل الناس اتكلمت مهم للي رايح وللي راجع ومعاه التأمين. أنا النهاردة مش هتكلم عن التأمين فقط بصيغته التقليدية، ومش هتكلم زي ما الأستاذ هاني تفضل عن التأمين فقط كحاجة ممكن تعملها شركة مصر قطر التأمين أو شركتها التابعة في إطار قطاع وزارة الطاقة العام. أنا هتكلم من شقين، الشق التقليدي زي ما معالي الوزير تفضل إحنا في قصور أو في مبادرة قصور هنعمل الشق التقليدي، إحنا هنأمن على التأمين الملاحي أو التأمين البحري اللي هيغطي الرحلة من هنا لغاية هناك، وحتى يبدو إن إحنا مش هنحتاج نأمن بيمنت إنشورنس لأنه بالأرينجمنت اللي هي البضاعة هتروح والفلوس هتبقى مدفوعة، المصدر المصري مش هيبقى عنده المشكلة دي، مش هيبقى عنده الريسك ده. فهو التأمين التقليدي. لكن أنا في حاجة ما كنتش عارفها مثلا باي ذا واي وعرفتها دلوقتي حالا من إحدى الشركات اللي بتعمل حاجة شبيهة جدا على فكرة بجسر ده، بس حاجة قد كده أهو، وشبكتهم مع مكتب مع الوزير وإن شاء الله يعني تواصلوا. انه وبرده دي عشان الاستاذ مؤمن مختار رئيس مصر التأمين يسمعها معايا، انه البضاعه ما تدخلش بس ما تدخلش كينيا الا لو كان كل بيحط حقه يعني. انا اتكلمت بره مرتين ثلاثه مع زملاء من الاعلام وقلت لهم الحاجه اللي من ضميري، احنا بقالنا فوق العشر سنين في مصر بنتكلم على انه افريقيا بعد استراتيجي لمصر، وانه مصر لعبت على افريقيا فتره طويله جدا، وكان في محاولات طبعا من يعني حكومات متعاقبه نعمل حاجه، وانا بحيي واثمن كل المحاولات. لكن يعني لازم اتكلم بإصرار واقول انه اللي بيحصل النهارده ده اللي هو نتاج وجود بقالنا شهور فيه من خلال وزاره الطاقه والعمل العام اللي هي بتعمل كل حاجه هناك، واحنا بنعمل وجدنا للبيزنس مع نسيج عام على مستوى القطاع زي ما حضراتكم شايفين، مع تواصل مع القطاع الخاص، تواصل مع وحدات المستثمرين. ادعي انه دي اول خطوه حقيقيه واول شغل فعلي بيتعمل اون ذا جراوند، انه قبل كده كانت جهود عظيمه وجميله ومفيش كلام انه أصحابها كانوا مخلصين تماماً في بدلها، ولكنها في النهاية برضو لم تسفر عن المأمول ولم تسفر عن الطموح اللي مصر عايزاه. النهاردة هنتكلم عن حاجة بري تانجر، نتكلم أظن حضراتكم سامعين كما الوزير كان بيتكلم سامعين.